السادس من أبريل، بدأ السودانيون أعظم اعتصام في تاريخ السودان، استمر لمدة 58 يوماً. الاعتصام كان دولة مصغرة متكاملة، عكسنا فيه أحلامنا للدولة الجديدة. السبت 20 من إبريل، بدأت مبادرة الباحثين السودانيين أول الفعاليات من داخل الاعتصام، وقدمت خلال 44 يوماً أكثر من 50 محاضرة والكثير من جلسات النقاش والتدريب على الخطابة واللغات. وأعمق الدراسات التي أقدم آثار لإنسان في إفريقيا، في شرق إفريقيا، كل الاختلاف الموجود في ثقافاتنا وفي سحناتنا. هكذا نحن كنا مجتمع متنوع لكن متجانس، متنوع لكن متسامح منذ القدم وحتى اليوم. أعتقد أن الثورة دي هي نتاج بتاع تململ للذات السودانية من كل شيء، من وضعها، من هوية المشوهة اللي حاولوا الناس يسلبوها منها. الناس بقت ما عارفة روحها هي عرب ولا هي أفارقة، والحقيقة نحن أقدم من العرب وأقدم من الأفارقة. ف إذا في انتساب، العرب هم اللي ينتسبوا لنا والأفارقة هم اللي ينتسبوا لنا. ما نحن العرب والدولة قادر يعني قادرين أنه نبيعوا دولتنا دي، فيه كل القيم الموجودة عندنا، قيم الحكم موجودة عندنا، علاقة المجتمع بالمرأة موجودة عندنا بتفاصيلها، علاقتنا بباقي الشعوب موجودة بتفاصيلنا. ما محتاجين حاجة من برا، ولا محتاجين أي مفهوم من برا. كل ولما طلع أنا بوصيه على أخوانه صغار، سبحان الله هو حافظ على أخوانه، والحمد لله كانت إرادة ربنا إنه أخذ رصاصتين، واحدة في الكتف واحدة في الظهر، وهي دي كانت السبب الأساسي لوفاته. بعد الظهر دي نزف كثير وأثرت على الرئة. عشان كده الان بنتكلم هنا يا جماعه على منظومات 14 للفتح الانتقالية، منظومه الزيوت القضارف، منظومه الزيوت شمال كردفان، منظومه الغزل والنسيج، منظومه الذهب. 14 منظومه من ما تبدا الحكومه دي لحد ما تدي حقها 8 شهور تعادل الميزان التجاري اللي بيعانيه وتوقف الدولار. شنو يا جماعه؟ الدوله تدار على هواها، وهو الدوله استراتيجيتها خطتها، الوزير ينفذ وبس، ما عنده حاجه. عشان كده احنا اول قانون الآن اقترحناه لإخواننا الجايين هو قانون الاستراتيجية، القانون اللي يحمي الخطة الوطنية ويرفد معناه شنو؟ ما حنسمح للحكومة الجاية إنها تكسر الدولة عشان تمثل روحها، حيكونوا مجرد موظفين، ودي حتكون شنو؟ معناه ما حتكون هي السلطة. أول حاجة الالتهاب هو نوعين، حاجة اسمها البكتيريا الانفكشن اللي هو الالتهاب البكتيري، والفيرال انفكشن اللي هو الالتهاب الفيروسي. تمام. Right now, we need to focus on building our new country. We need to focus on having a civil government, a civil control of the whole country without any intervention from whosoever. Whether it's the TFC, whether it's the foreign countries or whatever, our country has to be completely civil in order for us to have the full control on our countries. L'armée américaine, il est ici en Afrique, en Asie, en Europe, mais son rôle principal ça c'est juste de garder la procession. وكأنها الجينات تتداعى من حيث البداية الأولى لميلاد الخليقة، أو كأنها لحظة انفجار عظيم ينبئ بميلاد كون جديد، عمر جديد، انفلاق حبة النشوء أو انطباع جين السكون. هنا في أرض النيلين، حضارة الإنسان الأعظم وانفتاق رحم العظمة، التاريخ يضيء لنا نقطة أخرى من أحداثه المتواترة، وجينات الكوشيين الحارة تعبر الأجساد نحو شوارع الخرطوم ومدن السودان المختلفة وتملأها عزة وكبرياء، حيث الميلاد الجديد للدولة، العهد الجديد لعمر السودان، النيل والليل في صخرتنا الزرقاء. إنها النسخة الأصلية لطبيعة الإنسان وذاته، همته وأصالته. كل المحاضرات والمخاطبات من خيمة الباحثين السودانيين أثناء الاعتصام متوفرة الآن على قناة المجموعة
على اليوتيوب.